وغفلنا عن جمال المخبر، عن جمال القلب، عن جمال الروح، هذه الروح التي بين جنبينا. أنت أيها الإنسان إنما جسد وروح. الكثير من الناس اليوم في شرق الأرض وغربها غفل عن هذه الروح التي بين جنبيه، وانشغل في الجسد ومطالب الجسد، فأخذ يلهث في الدنيا يلبي رغبات هذا الجسد، حتى ربما أغرق في الجسد وأصبح عبدا للجسد، وللأسف نسي هذه الروح، ظلمها، كتمها، بدل أن ترفرف بالإيمان، بدل أن تعيش الحياة الطيبة بالقرب من الرحمن، غفل عنها، ظلمها، حبسها، سجنها. أطلق لروحك العنان لتعيش جمال الدنيا، ولتفوز بطاعة الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. أخي اسأل نفسك مرة أخرى، وهذا هو الميزان، ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ليس الناس، ليس البشر، ليس أقرب الناس إليك، الله. الله، ما الذي يعلمه من قلبك؟ أيعلم الصدق؟ أيعلم الإخلاص من قلبك؟ أيعلم الإيمان؟ أيعلم الدعاء؟ أيعلم الإقبال على الله عز وجل؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الخلق الحسن؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الحب الخير للناس؟ أيعلم الله تعالى من قلبك حب الخير للعالمين في كل مكان؟ أيعلم الله تعالى من قلبك المناجات والصدق واليقين والخشوع والخوف، وما الخوف من الله عز وجل؟ ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ولذلك لا نعجب يوم أن يروي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وتأمل روعة وجمال الحديث في أوله وآخره، تأمل الارتباط بين الشقين في الحديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم ضرب المثل صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، ثم انتقل التفت التفاتة عجيبة رائعة، بلاغة أدبية عجيبة، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله. أقف متأملا مع الحديث وأقول: ما الرابط بين آخر الحديث وأول الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يتحدث عن الحلال والحرام، ثم التفت التفاتة بلاغية عجيبة في آخر الحديث فأشار إلى قضية صلاح القلب وفساد القلب. يا ترى هل هناك علاقة بين الحلال والحرام وبين صلاح القلب؟ نعم نعم، هناك علاقة وطيدة غفل عنها الكثير من الناس. يا من تشكو قسوة قلبك، يا من تشكو عدم الراحة وعدم الطمأنينة، يا من تبحث عن السعادة، جاء رجل للإمام أحمد يسأل الإمام، فقال: يا إمام، بما يلين القلب؟ بما يلين القلب؟ بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ ربما لو سئلت أنا مثل هذا السؤال، قلت: ربما يلين القلب بذكر الموت، بزيارة المرضى، بقراءة سير الخائفين، بكثرة ذكر الله، أمور كثيرة، أسباب كثيرة. لكن إجابة الفقيه رحمه الله كانت كلمة واحدة، جملة واحدة، قال: يلين القلب بأكل الحلال. سبب من أهم أسباب لين القلب وحياة القلب. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك لا عجب لا غرابة أن يؤكد الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره، لما تحدث عن الحلال والحرام، جاء وأشار وأكد: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأن أكل الحلال والحرام له أثر كبير على صلاح القلب وفساده، وهذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير منا اليوم. زمن الماديات، اللهثان خلف طلب المال بأي حال ومن أي مكان كان، حتى أصبحت القاعدة عند البعض: الحلال ما حل باليد، الحلال ما حل باليد. التقوى إذا كان صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكانها وحدد مكان التقوى وهي القلب، إذن
هذا القلب يجب أن يكون حاضراً حياً في كل صغيرة وكبيرة، في كل تضاعيف الحياة، في كل مكان، في ليل أو نهار، في العمل، في الشارع، في المسجد، مع الصغير، مع الكبير، مع المسلم، مع غير المسلم. يجب أن تكون التقوى حاضرة بحياة هذا القلب الذي بين جنبيك. ليست قضية التقوى مجرد أن تغض البصر، ولا شك أن هذا سبب من أعظم الأسباب، لكن لنكن أكثر معرفة بواقعنا، فنحن نحتاج إلى أن تتحرك هذه الأمة المسلمة في كل أحوالها، في باب الحلال والحرام، في باب الاقتصاد، في باب الطب، في باب المعاملات. هل تصدقون أن أكثر ما جاءت كلمة التقوى في القرآن في باب المعاملات، وليس فقط في جانب العبادات؟ نعم، في جانب المعاملات، في باب المعاملات. ما أحوجنا إلى أن تكون التقوى حاضرة فعلا في قلوبنا. ليست التقوى معاشر الإخوة والأخوات مجرد دفقة عين أو دمعة عين أو خفقة قلب أو قشعريرة جسد ونقف عند هذا الحد. لا، التقوى أعظم من هذا بكثير. التقوى هي أسرار بينك وبين الله. التقوى علاقة بين الخالق والمخلوق. التقوى علاقة حب ووئام بين الحبيب والمحبوب. يوم أن تترك الشيء من أجل الله وهو الذي يراك، لا تنظر للناس ولا للمخلوقين ولا لرغبات النفس الضعيفة، إنما تراقب الله وترجو الله وتخاف الله وتعمل من أجل الله وتترك الأمر من أجل الله. الله الذي معك في كل حال، في كل مكان، وأنت تتعامل مع ذلك الموظف في وظيفتك، في معاملته، في البيع، في الشراء. هل تصدقون أن أفضل وأكثر ثمرات التقوى إنما جاءت في سورة واحدة في القرآن، وسورة عجيبة، ليست في قضية عبادة ولا في قضية مسجد ولا في قضايا من قضايا الأمور العامة، إنما جاءت في سورة الطلاق. الطلاق، المعاملة بين الزوج وزوجه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لماذا جاءت التقوى كثيرة؟ لا تكاد آية من آيات هذه السورة تخلو من كلمة التقوى. لماذا؟ لأن القلب لا بد أن يكون حاضرا في الحياة الزوجية، لأن أسرار الزوجية ربما لا يستطيع أن يطلع عليها القاضي أو فلان أو علام من الناس، لأن الزوجة بعاطفتها، المرأة بأنوثتها، تستطيع ربما أن تلتف على القاضي فتظهر له ما لا تخفي، وربما رق لها القاضي فحكم لها، ربما الزوج طلق الزوجة، ربما الزوج أساء للزوجة، ربما الزوج وجد في نفس شيء على الزوجة فأظهر لأهلها أو لغيرها من الناس أشياء ربما لا يستطيع أن يفصحها. إذن القضية علاقة بينك وبين الله، لا ليس من أجل الناس، إنما ترجو الله وتخاف الله. هنا نريد أن تكون التقوى حاضرة، هنا حياة القلوب التي نريد فعلا أن تتحقق في حياة المسلمين، ليكون للإسلام أثر في سلوكنا وفي تطبيقاتنا العملية. أعزائي المشاهدين، عبر شاشة تلفزيون الوطن التي تنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة ضمن الندوات الدينية لمهرجان ليالي فبراير، والذي رفعنا فيه شعار ريح قلبك بطاعة ربك، نعود لفضيلة الدكتور إبراهيم الدويش ليكمل ما بدأ به، ثم نختم مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل الدكتور إبراهيم. إذن أخي الكريم، إذا أردت راحة القلب حقا، فما عليك إلا أن تسأل نفسك دائما: ما الذي يعلمه الله تعالى من قلبي؟ وإذا أردت راحة قلبك حقا، فلا بد أن تكون راحة القلب هذه واقعة، عملية، حسية، تطبيقية في حياتك، في كل خطوة، في كل هم، في كل فكر، في كل تفكير، في كل سلوك، في كل أمر. نعم، اسأل نفسك دائما حتى تشعر وتفوز براحة القلب حقا. راحة القلب من الحسد، من الأثرة، من الأنا، من الغرور، من طلب الشهرة. راحة القلب من التصنيف وتتبع الزلات والتعصب المذهبي أو التعصب القبلي. راحة القلب بالإتقان بالعمل.